شهدت قرية جزيرة مطيرة بمركز قوص افتتاح مسجد النصر، وذلك بعد إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية لأهالي القرية، حيث أقيمت أول صلاة جمعة احتفالا بدخوله الخدمة. التفاصيل في تقرير الزميل مصطفى خليفة. وسط حضور شعبي كبير، شهدت قرية جزيرة مطيرة التابعة لمركز قوس جنوب محافظة قنا، وبحضور فضيلة الشيخ عمرو إبراهيم مدير إدارة أوقاف قوس والأئمة والمشايخ بأوقاف قنا، بالإضافة إلى العمد والمشايخ، تم افتتاح مسجد النصر بالقرية، وذلك بعد إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية لأهالي القرية والقرى المجاورة. هذا ويذكر أن المسجد تم إنشاؤه في أوائل الثمانينات بوسط القرية لإقامة الشعائر الدينية بها، كما أن عملية الإحلال والتجديد تمت من خلال لجنة مشكلة من أهالي القرية لجمع التبرعات والإشراف على أعمال الإنشاء والتعمير. المسجد بفضل الله وتوفيقه بدأ طبعا هو إنشاؤه كان سنة 85، وبدأنا في التجديد والإحلال في السنة دي 2023. هو طبعا كله مجهودات ذاتية، تبرعات وكده وأهل البلدة وكده، بدون ما تفرض أي حاجة على أي حد، لحد ما وصلنا بفضل الله باللي احنا فيه دلوقتي يعني الحمد لله. بس كانت طبعا التبرعات كلها، في تبرعات مادية وفي تبرعات عينية، مثلا أجيب طن حديد مثلا أسمنت كده. بالظبط حضرتك، في مادية وفي عينية طبعا لحد ما اكتمل الصرح اللي انت حضرتك شايفه ده كله يعني. جمع التبرعات خد فترة قد ايه؟ يعني في حدود كده حوالي ممكن خلال حوالي سنة كده تقريبا يعني، في من أهل البلدة والمتطوعين خارج أهل البلدة وكده يعني كله الحمد لله بتوفيق ربنا تمت العملية على خير الحمد لله. اللي تم في جمع التبرعات أول ما ابتدينا، بارك الله في البلدة وشباب البلدة والمجاورة وكل الشباب اللي في الدنيا، ربنا يسعدهم ويتوبوا. الواحد كل اللي قدروا عليه يجيبوا. تبرعات مثلا مادية عينية اللي تظهر عليها من 1000 ل 10 ل 5 ل 3 كل واحد مقدرته. بصينا لقينا جمع في خلال زمن قليل، ربنا كرمنا هدينا وبنينا في 3 شهور واحنا مركونين لينا 3 سنين، محد ساهل فيني. دخل الشباب بالصلاة على جمال النبي، 3 شهور كان الجامع زي ما عايش في سيادتك هذا الوضع. كان في تبرعات كلها ماديه ولا في مثلا انا ما عنديش القدره ان اتبرع ماديه، لكن تبرعت مثلا انا صنايعي وليكن كهربائي مثلا؟ كثير يا مولانا، الحداد كان يتبرع، النجار كان يتبرع، اسمنت تبرعات، رمله تبرعات، نقاش يعني كله. في ناس يعني شباب اللي جاء من السويس، اللي جاء من ابو سمبل، اللي جاء من اسوان، كل واحد عارف صنعه يعملها في الجامع. مراحل المسجد زي ما انت سيادتك شايف، احنا طبعا ابتدينا الهدم كلها تبرعات بجهود ذاتيه ومن اهل القريه وخارج اهل القريه طبعا، واشتغلنا ناس تبرعت بسمنت وحديد وحتى كل حاجه يعني، كل حاجه اشتغلنا في المسجد فيه، وحتى شباب القريه يعني الله يديله الصحه ويبارك فيهم. يعني في اللي كان بيساعد بايده؟ كان في ناس كثيره، الشباب بتاعت القريه يعني شالوا المسجد كلهم يعني من النواحي اللي حوالينا والنواحي والمكان اللي احنا موجودين فيه هنا، كله قاعد يساعد. بتعملوا مثلا فرضيه معينه مثلا في التبرعات ولا لا كل واحد ومقدرته؟ لا كل واحد ومجهوده يعني، على حسب مجهود الواحد يعني، مش كنا نفرض مثلا نقول له هات كذا ولا هات كذا، لا كل واحد وجهده. والله المراحل الفكره ابتدت عندنا من اهل القريه، وجدوا ان وضع المسجد يعني مش كويس، ابتدت فيه شروخ وتصدعات، فسعينا ان احنا نلجأ اجراءات قانونيه تساعدنا الاوقاف، فلقينا الموضوع ده حيطول شويه. فاحنا طبعا نظر لوضع المصلين وابتدت المصلين تتشتت على المساجد القريه كلها، فاحنا سعيد ان احنا ناخذ مبادره من نفسنا، واجتمعنا مع اهل القريه وطرحنا الفكره سعادتك، ووجدت قبول وترحاب من جميع الناس، ووجد قالوا احنا هنعمله بالجهود الذاتيه، واهل الخير ابتدوا يساعدونا، وان شاء الله جمعنا. المساعدات كلها عينيه ولا كانت مساعدات ماديه؟ من ناحيه مثلا يعني مثلا اجيب فلوس ولا اجيب مثلا اسمنت او اجيب حديد؟ تبرعت بفلوس واموال نقديه، وفي ناس تبرعت بحاجات عينيه، اسمنت وحديد وحاجات، يعني العمليه بقت ميسره على اكمل وجه يعني بصراحه. اخذ فتره قد ايه تقريبا؟ حوالي 4 شهور، يعني انجاز كبير بالنسبه لي. حوالي 4 شهور بالضبط كده. تقريبا جمع التبرعات؟ كله تبرعات زي جهود ذاتيه ان شاء الله. أكد أهالي قرية جزيرة مطيرة على فرحتهم بهذا الصرح الديني الجديد الذي تم إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية في وقت قياسي وبمشاركة الجميع قدر استطاعته، وذلك من أجل إعمار بيت من بيوت الله. والله هو أنشأ الإحلال والتجديد من 2 3 شهور بس،
الحمد لله يعني انتهيتوا منه من شهرين ثلاثة. انتهينا منه من شهرين ثلاثة، انما هو انشئ من مدة كبيرة يعني حوالي 30 سنة او كده. فبعد 30 سنة احدوه طبعا اتهدم خالص وتنشأ من جديد يعني. المسجد ده انشئ سنة 1985، خد فترة جامدة كده بدون صيانة لغاية ما ربنا كرمنا كده وجبناله طلب وبإحلال وتجديد، مش يعني ترميم، إحلال وتجديد، ولي ما كملش سنة يعني بالجهود الذاتية والناس وأهل القرية. يعني المسجد هنا كله الإحلال والتجديد بتاعه خاص بالجهود الذاتية من أهل القرية. بالجهود الذاتية من أهل القرية في الإنشاءات، في الأكل، في الشرب، في كل حي، في كرم ضيافة، كله كان من أهل القرية يعني. فترة الإحلال والتجديد أو الإعمار عشان يعود كما كان ويدخل الخدمة زي ما شايفين احنا النهاردة حاجة بسم الله ما شاء الله، أخذ فترة قد إيه؟ يعني حوالي ست شهور، أنا بعتقد ست شهور يعني ما زادش عن كده يعني. يعني فترة وجيزة خالص يعني، ده كان كله من حسن عظه ان التكاتف بتاع اهل القرية والناس اللي ساعدتنا عليه والتسهيلات، واحنا بنشكر كل الناس سواء الناس اللي شرفتنا حضراتكم والناس اللي ساهمت معانا في احلال وتجديد المسجد واللي ساهمت بجهود ذاتية واللي ساعد بالكلمة الكويسة، فبنشكر الناس كلها. في فترة وجيزة خالص يعني ما كملش سنة يعني لسه ما دخلناش على سنة في الحل والتجديد يعني بتاعه. كما شهدت عملية افتتاح مسجد النصر بقرية جزيرة مطيرة حضور وفد الكنيسة من الإخوة المسيحيين، وذلك لتقديم واجب التهنئة بإضافة هذا الصرح الديني الجديد للقرية، مؤكدين أن المحبة والسلام هي عنوان قرية جزيرة مطيرة. أنا القمص جاي النهاردة في مسجد النصر عشان أفرح مع أخواتي وأهلي وحبايبي في جزيرة مطيرة، وشرف لي ومن دواعي سروري أن أكون موجود في هذا اليوم العظيم ويوم حفل كبير ويوم فرحة كبيرة على البلد كلها، وأتمنى إن شاء الله كده نشوف الأفراح بتزيد أكتر وأكتر في بلادنا المحبوبة مصر. ومن المكان ده أنا ببعت صوت رسالة محبة من صاحب الحبر الجليل المطران يفتي الأنبا بيمن لكل اخواتي المسلمين اللي موجودين في جزيرة مطيرة، وانا شرف كبير لي النهاردة اكون وسطيهم. الحفاوة والاستقبال الجميل من كل الصغيرين والكبار حاجة تشرف وحاجة تفرح كل قلب. اتمنى مصر كلها تكون فرحانة باليوم ده، واتمنى يكون يوم تاريخي لجزيرة مطيرة، وبشكركم على وجودي معكم. يقول المولى عز وجل في كتابه العزيز في حق اعمار المساجد في سورة التوبة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. انطلاقا من هذه الآيات القرآنية الكريمة وغيرها من الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، تم افتتاح وإعمار مسجد النصر بقرية جزيرة مطيرة التابعة لمركز قوس جنوب محافظة قنا. نسأل المولى عز وجل في عليائه أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يثيب القائمين عليه خير الثواب ويجزيهم خير الجزاء. كنت معكم من محافظة